السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الراندة مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الموديل. هذا راني سبق ليا وخدمته معكم، ولكن كنت درته معكم بطريقة أخرى، وكنت درته في هذا اللون كحل ما بانش في التصوير. فبزاف ديال الأخوات طلبوا مني باش نعاود لهم هذا الموديل، وأنا عاودته لكم، ولكن عاودته لكم بطريقة جديدة وسهلة. أي وحدة يمكن ليها تخدم هذا الموديل بلا ما تبقى حيرة في الحساب، بلا ما تبقى حيرة في العيون تبقى تزيد ولا تنقص. وهانتوما إلا لاحظتوا كيطلع هذا الموديل زوين. أنا خدمته في هذا القياس هذا، هنا راني كنت درته معكم عريض شوية. المهم أخواتي، أنا وريت لكم الطريقة كيفاش تخدموه، وريت لكم الطريقة حتى كيفاش تعرضوه. وبالنسبة للأخوات لي يلاه باديات إلا ما عرفوش كيفاش يعرضوه، غير يتواصلوا معايا نعطيهم الحساب ونشرح ليهم حتى يخدموه في القياس اللي بغاو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش أخواتي اللي عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة، وبارطاجيو أخواتي الفيديو باش يوصل الفيديو للأخوات اللي باغية تتعلموا. وشكرا لكم، ونبداو بسم الله. بالنسبة للحرير راه مبروم على ثلاثة شعرات. البرة غنخدم بالبرة النمرة 6 أو النمرة 5 اللي موجود عندكم. غادي نبداو، غادي نوري لكم هاد الزواقة، وغادي نوري لكم حتى كيفاش تخدموها بأي قياس بغيتو. غادي نجيو لهنا، القياس اللي نتوما بغيتو هنا في العرض قسموه على جوج هو اللي غديرو هنا. انا بغيت في هاد العرض 24 عين، غادي نقسمها هي باش غنبدا ب 12. نجي لهنا الوسط كيف ما العاده، كنسبق الملاقيه اللي غنزل هي الاولى باش نبني عليها، باش في حاله اذا كنتو باغا نديرو شي ملاقيه عريضه ديروها هي الاولى وتبنيو عليها. نجي لهنا لهاد العوينه اللي الوسط هي هادي، نثبت فيها الحرير، بعدا كنبداو بالحرير اللي بغينا نزوقو به. نجي لهنا للثوب وغادي نضرب 12 ضربه هنا. هاد الضربه الاولى ما كنحسبوهاش غير كنشدو بها، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة احداش هاتناش. وضروري هاد العدد اللي نديرو هنا نديرو شي عدد اللي يتقسم على جوج، يعني يكون عدد زوجي. غادي نرجع مع هاد العوينات، صافي ملي نوصل لهنا غنشد هنا في التوب. لحقاش الوسط عندنا غير ضربه واحده شدينا فيها، نشد هنا وغنعاود نرجع مع هاد السطر. صافي اخواتي غنرجع مع السطر. هاد الطريقه اللي كندير ما كنزيدو لا عيون ما كنقصوهم، كنبقاو نمشيو بنفس القياس. بالنسبه لهاد الطريقه يمكن لكم تخدموا بها هاد الموديل وانتوما مرتاحين، يعني ما كتبقاو لا تزيدوا لا تنقصوا. صافي غنرجع مع هاد السطر عادي عاوتاني، عندي 12 عين غنرجع في 12 عين. هانتوما اخواتي خدمت هنا حتى ولاو عندي هنا جوج عوينات، ها وحده ها جوج. صافي وغنحبس، غادي نشد هنا في التوب ونهز جوج عوينات، ها وحده ها جوج، نعاود نرجع فيهم، نعاود نشد هنا في التوب ونرجع في جوج عوينات، غنبقى نرجع فيهم.
صافي اخواتي هانتوما بقيت كنخدم حتى ولاو عندي هنا أربعة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة، وهاد الجوجات هي ستة، يعني النص ديال هاد 12. صافي دابا اش غندير؟ غادي نركب اللون ديال الثوب باش ندير هاد المربع اللي كاين هنا. هانتوما اخواتي باش ندير هاد المربع اللي في اللون ديال الثوب. غنمشي معكم غير دقه دقه وبشويه باش تخدموا هاد الموديل بلا ما تمحنوا. انا ركبت خيط في اللون ديال الثوب حتى هو مبروم على ثلاثه الشعرات. بالنسبه للحرير اخواتي كيبقى اختياري، بغيتو تخدموا على جوج تخدموا، بغيتو تخدموا على ثلاثه خدموا، على حساب الطالب وعلى حساب حتى التامر راه تيكون على حساب الحرير. غنجي لهنا. بالنسبه لهذه الطريقه اخواتي راه سهله، ما كتبقى ولا تزيد ولا تنقصوا. غادي نركب الخيط في العوينه الاولى، نهز هذه العوينه ديال الحرير ونشد هنا أربعة ضربات، واحد جوج ثلاثة أربعة، غيبقاو لينا هنا ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. هزيت هنا أربعة وهنا جوج هي ستة، نعاود نرجع فيهم. نشد هنا نعاود نرجع في هاد العوينات، حتى يوليو عندنا عاود تاني هنا أربعة العوينات، وهنا جوج هي ستة، يعني غيولي عندنا في هاد السطر ستة العوينات. صافي هذا هو السطر الاخر اخواتي. هانتوما ولاو عندي هنا أربعة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة، وجوج ديال هنا هي ستة، وهنا أربعة وهنا جوج هي ستة. صافي هنا تولي عندنا مربع. غنخلي الخيط هنا بلا ما نخدم في هاد العوينه. صافي غنهز الحرير ديال هاد الزواقه اللي كنا خدمنا به، غنخدم هاد الجوجات، واحد جوج، نشد هاد الخيط ننزلو لتحت ونخدم في هاد الربعه، نجرو هاد الضربه مزيان لهنا باش ما يبانش لينا الفراغ. صافي نكمل هاد ربعه العوينات، يعني هاد السطر كامل تيوليو عندنا فيه ستة. نعاود نرجع فيهم. نشد هنا في الثوب ونرجع مع هاد ستة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. نعود نرجع مع السطر، غنبدل هاد الحرير اخواتي، ندخلو هنا في الثوب ونركب خيط اخر. نجي لهنا لاخر عوينه اللي ساليت فيها ونركب الحرير، نهز هاد العوينه نزير هاد الضربه مزيان حقاش تجي وحده فوق وحده. صافي ونشد في الثوب ونكمل الخدمه ديالي عادي. بالنسبه لهاد الطريقه اخواتي راه يمكن لكم تخدموا بها القياس اللي نتوما بغيتو، تكبروها في القياس اللي بغيتو قد ما كبرت هاد الزواقه تجي زوينه. وبهاد الطريقه اخواتي ما عمرها ما تبقى تجيكم صعيبه، وما يبقاش تجيكم زعما عوجه ولا فيها شي حاجه زايده ولا ناقصه. صافي نبقى نخدم اخواتي حتى يوليو عندي هنا سته العوينات. دابا يلاه ولاو ثلاثه، واحد جوج ثلاثه، غنبقى نمشي ونرجع، ما كنزيد ما كنقص حتى نكمل سته العوينات.
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وهذه هي ستة. صافي غنكمل دابا. صافي اخواتي هانتم ملي وصلت لهنا غندخل الخيط هنا في التوب. صافي هاد الخيط ما نبقاش نخدم به، غنركب خيط اخر ونجي لهاد الجهه نكملها. هانتم اخواتي نجي لهنا ونكمل السطر. نهز هاد ستة العوينات نعاود نرجع مع السطر. هنا غنخدم غير ربعة سطور، حقاش هنا عندي جوج عوينات، غنزيد دابا ربعة باش نكمل ستة. ما كان نزيد ما كان نقص، كنرجع في العوينات نفسهم. عندي ستة في السطر كنرجع في ستة. نشد هنا في هاد العوينة ونرجع مع السطر عادي. إلا لاحظتوا أخواتي الزواقة بدات كتبان لينا. نشد هنا في هاد العوينة ونرجع مع السطر. نشد هنا في آخر عوينة لاحظتو نفسها اللي شديت فيها هاد اللون من الجهة الأخرى، غنشد في هاد العوينة نفسها. صافي ونرجع مع هاد السطر. هانتوما اخواتي هنا غيوليو عندنا ستة العوينات. ملي غنرجع مع هاد السطر غيوليو ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. صافي هنا عندنا ستة وهنا ستة وهنا ستة وهنا ستة. صافي هذا هو القياس. نرجع مع هاد السطر. صافي نخدم في آخر عوينة ونخلي الخيط هنايا بلا ما نثبتو في هاد العوينة، غنخليوه هنا ومن بعد ملي غنخدمو فوقو غنحيدوه. هانتوما اخواتي هذا هو الشكل، لاحظتوا كيفاش تيجي ولاحظتوا الطريقه كيفاش كنخدموه. طريقه سهله وكيجي الشكل متقون، ما ناقصه حتى عوينه ما زايده حتى عوينه، ويمكن لكم تخدموا بها القياس اللي بغيتو. دابا ملي كنوصلوا لهنا غادي نقلب دابا التوب، نقطعو نشبو ونرجع نوري لكم كيفاش نكملو. هانتوما اخواتي انا قطعت التوب ونشبتو، غنكمل معكم دابا. غنركبو خيط في اللون ديال التوب، غادي نديرو الخيط طويل شويه باش نبقاو نخدمو به هنايا في الجنب. نجي لهنا البلاصه فين تسالي لنا الحرير، ركب فوق الخيط، نهز هاد العوينه ديال الحرير. هنا انا هاد الخيط تقطع ليا ملي كنت كنقطع في التوب، المهم غنجرو نجر هاد شويه اللي بقى غير باش نزير هاد الضربه هادي، حقاش كتجي وحده فوق وحده خاصنا نزيروها مزيان. صافي ونجي لهنا للتوب ونرجع نهز هاد ستة العوينات اللي عندي هنا. ها وحدة، ها جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ها ستة. نرجع مع السطر عادي، نضرب ستة ضربات، واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ها ستة. هاد السطر الاول كنخدمو عادي. نجي لهنا للتوب، دابا صافي راه حنا بدينا طالعين مع التوب. نرجع في هاد ستة العوينات، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة،
ها ستة، ملي نبغي نرجع مع السطر غنرجع غير في خمسة، ها واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، ونجي لهنا للتوب، نشد هنا في التوب ونزير هاد الضربة. حنا هنا بغينا نديرو مثلث، علاش كنبداو نقصو من هنا في العوينات؟ نرجع دابا مع هاد خمسة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. دابا ملي غنكون راجع غنرجع غير في ربعة، واحد جوج ثلاثة ها ربعة. العوينة الأخرى ما غنخدمش فيها، ونجي لهنا للتوب، نشد في التوب ونزير هاد الضربة ونرجع مع هاد ربعة العوينات، واحد جوج ثلاثة ها ربعة. نرجع مع السطر ولكن غنرجع غير في ثلاثة، واحد جوج ها ثلاثة. كنبقاو كل سطر نقص عوينة، نشد في التوب ونزير هاد الضربة غير باش تنزل لينا الراندة لتحت، ونرجع مع هاد العوينات. هنا كنرجعو مع العوينات اللي عندنا، ملي كنبداو راجعين غنخدم غير في جوجات، نقص وحدة العوينة الأخرى ما نخدمش فيها، ونجي لهنا للتوب نزير هاد الضربة مزيان ونرجع في هاد جوج عوينات، واحد ها جوج. دابا ملي غنكون راجعة غنخدم غير في وحدة ونخلي وحدة، ونجي لهنا للتوب. بالنسبة لهنا أخواتي ما توقفوش الخدمة هنا، رجعوا لهاد العوينة شدوا فيها ونزلوها لهنا لعند التوب باش تكمل لكم الخدمة صحيحة. هانتوما بحال هاكا، حنا درنا هاد المثلث وكملنا هاد الزواقة بنفس الطريقة. غنركب خيط في اللون ديال التوب، نجي لهاد الجهة ندير مثلث بحال هذا، نشد هنا في التوب نهز هاد العوينة ديال الحرير ونهز هاد ستة العوينات باش ندير مثلث بحال هذا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هست. نرجع مع هاد العوينات، السطر الأول كنخدمو عادي ما كننقصوش العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نخدم هنا هي ستة، ونشد في التوب نرجع مع هاد العوينات عادي بنفس الطريقة أخواتي كيف ما درنا المثلث الأول نديرو لهذا، غير هو السطر الأول ما تنقصوش العوينات حتى السطر الثاني، غير باش تجيكم الخدمة صحيحة. نرجع دابا مع السطر غنخدم غير خمسة ماشي ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. العوينة الأخرى ما نخدمش فيها، نجي نشد هنا في التوب ونزير هاد الضربة، صافي نرجع مع هاد العوينات، دابا غنرجع غير في ربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، ونشد هنا في التوب نرجع في هاد الربعة، دابا نرجع غير في ثلاثة. بنفس الطريقة أخواتي غنخدمو المثلثات لي تيكونو هنا حتى نكملو هاد الراندة كاملة. المهم راه هادي هي الطريقة، أنا درت معاكم مثلث فهاد الجهة ومثلث فهاد الجهة.
انا رجعت هنا غير في ثلاثه العوينات، العوينه الرابعه ما نخدمش فيها، ونجي لهنا للتوب نزير هذه الضربه بحال هكا ونرجع مع السطر. ملي كنكونوا راجعين كنخدموا في هذه العوينات بثلاثه، ولكن ملي نبدا غاديه نازله لعند التوب فين ما كنت نازله نقص عوينه. غنخدم دابا غير جوجات صافي، ونشد هنا في التوب نرجع في هاد جوج عوينات. ملي نبدا راجعه نخدم غير في وحده ونخلي وحده، نشد هنا في التوب ما نحبسوش الخدمه هنا، ضروري نجيبو هاد العوينه نثبتوها لهنا لعند التوب. صافي اخواتي هانتوما شفتوا دابا المثلثات الطريقه كيفاش كنخدموهم. دابا الخدمه ولات واضحه وراها ساهله بزاف. دابا غنركب الول الاخر، نجيو لهنا. هانتوما اخواتي الا لاحظتوا هنا عندنا 12 عين، 1 2 3 4 5 6، 6 ديال هاد اللون و6 ديال هاد المثلث هي 12، وهنا عندنا 6 ديال هاد اللون و6 ديال هاد اللون هي 12، وفي العرض راه غتعطينا 24 عين، 12 و 12 24. غنجي لهنا لهاد العوينه، نشد في اول عوينه نثبت فيها الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير، وبالنسبه لهاد الخيط غير نزلوه لتحت حتى من بعد ونعقدوه ونقطعوه. غنهز هاد سته العوينات اللي كاينين هنا، نثبتوا هاد البديه مزيان ونقادوها. الخيط كننزلوه لتحت باش بلا ما نخدمو فوق ويبقى يبان لينا تحت هاد اللون، نخليه لتحت. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نهز هاد ستة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، صافي نرجع معاهم بنفس الطريقة ما ننقص ما نزيد. صافي اخواتي نجي دابا لهاد العوينه اللي حدا هادي نشد فيها ونرجع عاوتاني في هاد 12 العوينه ونرجع باش يوليو عندي هنا جوج عوينات كيف ما درنا هنا في الاول خدمنا حتى ولاو عندنا هنا جوج عوينات. غادي نرجع نشد هنا اخواتي في العوينه الثالثه وغادي نخدم غير بجوج عوينات، ها واحد ها جوج، نبقى نرجع في هاد جوج عوينات حتى يوليو عندي هنا اربعه زائد هاد الجوج هي سته. الطريقه اخواتي راها ساهله وطلاعه، يمكن لكم ديروا العرض اللي بغيتو، غير هي العدد اللي تبداو به يكون عدد زوجي باش تقدروا تقسموا على جوج. نتمنى اخواتي يكون واضح لكم ويكون الشرح مفهوم، ويشوفوا الاخوات اللي طلبوا مني باش نعاود لهم هذه الزواقه. انا عاودت لكم نفس الزواقه ولكن ماشي بنفس الطريقه، انا درت طريقه سهله باش ممكن لاي وحده تخدمها، واخا يلاه تكون باغا تبدا الخدمه يمكن ليها تخدم هذه الزواقه بلا ما تمحن بلا ما تنقص العيون بلا ما تزيدهم، تجيها الخدمه صحيحه وفي نفس الوقت راها سهله. غير تتبعوا اول مره مع الفيديو حتى تفهموا الطريقه صافي، ومن بعد راه تبقاو تخدموا فيها عادي. واحد جوج ثلاثة، نزيد هاد السطر باش نكمل ربعه.
صافي نحبس الخدمه هنا. دابا ولاو عندي هنا 4 العوينات زائد هاد الجوج هي 6. غادي نجيب دابا اللون ديال الثوب، نعاود ندير بحال هاد المربع هذا، نجي الاول عوينه نشد فيها ونهز 4 العوينات. هاد المربع هذا تيجي غير وسط هاد المربع. عندنا هنا 6 وهنا 6، خدمنا من هنا جوج ومن هنا جوج، غيبقى لينا الوسط 4. نتوما القياس اللي درتو هنا النص ديالو غديروه مربع، فهداك النص غادي تقسمو تشوفو القياس اللي بغيتو نتوما تخليه هنا خليه. المهم انا هنا عندي 6، راني خدمت هنا جوج، بقاو ليا 4 غنهزهم دابا نخدمهم باللون ديال الثوب. هانتوما خدمت 4 العوينات، غادي نرجع فيهم. المهم غنبقى نخدم حتى يولي عندي هنا مربع، نشد هنا في هاد العوينه ونرجع في هاد 4 العوينات حتى يوليو عندي هنا 4، وهنا غنكمل هاد 4 العوينات. اخر عوينه هي هذه غنخدم فيها، ولكن خاصني نرجع نكمل هنا 4 العوينات. نرجع في هذا السطر ونعاود ننزل باش يبقى لي الخيط هنا لتحت، 1 2 3 4. صافي هذا هو القياس، نخدم هنا هاد 4 العوينات. صافي نحبس الخدمه هنا، نخدم في 4 بلا ما نشد هنا. صافي نحبس الخدمه هنا، نجي دابا نهز هاد اللون هذا، نخدم في هاد جوج عوينات، 1 2، ننزل هاد الخيط لتحت ونهز هاد 4 العوينات. بغيتو هنايا تضربوا هاد الضربه هنا، ولكن لا انا جربتها تجي غليظه. الا ضربتو هاد الخيط هنا وعاودتو ضربتو به مره اخرى تيجي غليظ، غادي تجي مباشر لهنا. وهاد الخيط غير نزلوه لتحت حتى الاخر وقطعوه، راه ما كيتحل ما والو. صافي غيولي عندنا في هاد السطر 6 العوينات، نعاود نرجع معاهم. المهم غنبقى نخدم حتى نخدم هنا مربع، عندي هنا 6 العوينات وهنا 6، خاص هنا يوليو 6. ما تنزيدو ما تنقصو، كنبقاو رجعو في نفس العوينات. نشد في هاد العوينه ونرجع فهاد 6 العوينات، 1 2 3 4 5 6. نعاود نرجع معاهم. نشد هنا فهاد المثلث ونعاود نرجع مع السطر. نعود نرجع، هنا هاد الخيط ولا قصير غادي نحيدو ونركب خيط اخر. نكمل معكم اخواتي، هنا راني حتى خدمت وقطعت الخيط، ولكن لقيت راسي كاع ما صورت عقب قطعت كل شيء. نجيو لهنا، واخا راني قطعت الخيط غنجي لاخر عوينه نشد فيها، نهز هاد العوينة ديال الحرير هنا مع الخيط قطعت. المهم غنحاول نثبت هاد البلاصة مزيان، معرفتش انا بقيت غادي خدامة ولكن ما صورت والو عقب داكشي اللي خدمت كامل قطعته. صافي انا قديت هنايا هاد البلاصة، غادي نكمل الخدمة ديالي عادي. نشد هنا هاد الخويط غنخدم فوقه شويه وعاد نقطع. صافي نبقى نرجع مع هاد السطر عادي، نبقى نطلع ونرجع حتى يوليو هنا عندنا 6 العوينات، ونكمل هنا هاد العوينات.
نشد هنا في اخر عوينه، ولكن غنرجع نكمل هذا السطر باش يوليو عندي هنا 6 العوينات، 1 2 3 4 5. دابا يلا 5، صافي اخواتي هانتوما. دابا ملي كملنا الا بغيتو تثبتوا الحرير هنايا ثبتوه، المهم انا غنشدو هنا صافي، ونخليو هاد الخيط هنا ونجيو تاني لهاد اللون ديال الصفر بنفس الطريقه اخواتي، راه ما كاين حتى تغيير، غتخدموا عاوتاني مثلث هنا. بغيتو تكملوا هاد الجهه عاد ترجعوا لهنا كملوا، بغيتو تمشيو تخدموا هاد الجهه عاد جيو لهنا، المهم بحال بحال. هانتوما نجيو لهنا كيف ما خدمنا هاد المثلث، غنهز 6 العوينات هما هادو، هانتوما ما كتنقص حتى عوينه ما كتزيد، شفتو؟ غير هزيت هاد الخيط غنخدم 6، 1 2 3 4 5 ها 6. صافي اخواتي غترجعوا المره الاولى مع هاد 6، المره الثانيه غترجعوا غير مع 5، وتبقاو من بعد 4 3 2 كل سطر تبقاو تنقصوا وحيده حتى يولي عندكم عاوتاني مثلث بحال هذا هنا. غادي نجي دابا نكمل معكم هاد اللون هذا، نجي لهنا لفوق هاد المربع، نثبت هاد اللون هذا باش نكمل هاد المربع اللي هنا، ونهز هاد 6، 1 2 3 4 5 ها 6، ونبقى نرجع فيهم. ولكن ها نتوما اخواتي لاحظوا هنا، هنا راه عندنا جوج عوينات من قبل، غنزيدو غير 4 باش نكملو 6، نبقى نمشي ونرجع عادي ما نزيد ما ننقص. شفتوا اخواتي بس سهله هذه الطريقه وزوينه، ما كتبقاوش حيرين مره تنقصوا العيون مره تزيدوهم، غير نفس العوينات اللي عندكم كتبقاو خدامين فيهم، وكتجي الزواقه متقونه وصحيحه. هانتوما اخواتي هذه هي اخر عوينه غنشد فيها، راها تجي مشتركه بين هاد اللون وهاد اللون، نخدم فيها ونرجع فهاد السطر. نعاود نرجع باش يكملوا لنا هنا 6 العوينات، 1 2 3 4 5 6. صافي نرجع هنا، صافي ملي كنخدموا هاد 6 العوينات صافي بلا ما نشدو هنا، الا شدينا هنا وملي نبغيو نعاودو تاني نخدمو نشدو هنا كتجي هاد الخدمه هنا غليظه. انتما بنفس الطريقه درتها هنايا ما جات بينا حتى حاجه، جات بينا الخدمه واضحه. صافي اخواتي هانتوما هنا بنفس الطريقه غتخدموا مثلث كيف ما خدمنا في الاول، غير رجعوا الفيديو وغتلقاو الطريقه كيفاش خدمنا. هانتوما عندنا الخيط هنا، غنجي مباشره لهنا غنهز 6، 1 2 3 4 5 ها 6، وردوا بالكم السطر الاول غنرجعوه عادي، غنرجع في هاد 6 العوينات كاملين صافي، وبنفس الطريقه بلا ما نبقى نخدم فيه اخواتي ونطول عليكم. السطر الاول غنرجع في هاد 6 العوينات ما نقصش منهم، ها نتوما 6، 1 2 3 4 5 ها 6، ونشد هنا في الثوب، نرجع في هاد 6 العوينات، دابا ملي غنرجع مع هاد السطر غنرجع غير في 5، ونعاود نرجع فيهم من بعد نرجع غير في 4، وبهاد الطريقة غنبقى نقص في هاد العوينات حتى يولي عندنا هنا مثلث بحال هذا اللي قبل منه.
هانتوما اخواتي، راه هذه هي الزواقه. انا واخا الفيديو غيجي طويل، المهم راه حاولت نشرح للاخوات اللي طلبوا مني هذه الزواقه. انا عودت معكم هذه ولكن ماشي بنفس الطريقه، درت لكم هذه الطريقه سهله يمكن لاي وحده تخدمها، حتى المبتدئات وحتى المحترفات، باش ما يبقاوش هذه الزواقه تبقى تحيرهم، يبقاو يبداوها من هنا. مره كيتنقصوا العيون مره كيتزادوا، هذه الطريقه ما يتنقصوا العيون ما يتزادوا، وكتجي غاديه هكا مقاده، يعني ما كاينش دوك التقيبات ولا الفراغ. المهم اخواتي راه هذه هي الطريقه، نتمنى الشرح يكون واضح، نتمنى الصوره حتى هي تكون واضحه. الا نسيت شي حاجه اخواتي فكروني فيها، ما تنسونيش لعجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك، مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش الاخوات المبتدئات يشوفوا هذه الطريقه. وشكرا لكم، بالسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.